تعالوا معي نتعرف على هذه الرسمة بريشة الفنان الفرنسي اسمه جيرارد ديفيد، رسمها في عام 1498. هذه الرسمة لها قصة خاصة لحكم الشخص اسمه قيمبيز، وهذا كان فارسي كان يحكم في مصر في سنة 500 قبل الميلاد. هذا الحاكم كان معروف بعدله وقراراته الصارمة. ففي يوم من الأيام كان عنده قاضي اسمه سيسامينيس. سيسامينيس كان قاضي فاسد وكان يتقبل الرشاوي. ففي يوم من الأيام جاء هذا الحاكم إلى هذه المدينة اللي يشتغل فيها كقاضي الشخص اللي اسمه سيسامينيس. في يوم وصل لهذه المدينة الحاكم عارف أن هذا القاضي الفاسد تسبب بإعدام شخص بسبب رشوة، فقرر الحكم عليه بسلخ جلده وهو حي، ووضع جلده على مقعد القاضي الجديد. لكن تتخيل معي أن القاضي الجديد هو ابنه، هو تانيس ابن القاضي الفاسد، فحكم عليه في هذا الحكم وصار ابنه القاضي الجديد ويجلس على جلد أبوه اللي مطرز على هذا المقعد. وطبعا كانت هذه قصة هذا الحاكم اللي كان يشوفونه هو عادل. فأنت وش رأيك؟ يعني تشوفه بالغ بالعقاب أو لا؟